يا كابتن، احنا كنا متابعين ده من اول لحظه كنا في تغطيه المهرجان، وشفنا قد ايه الاسر والاطفال والنقطه تحديدا اللي انت بتتكلم عليها، ويمكن ده اللي كنت هسالك عليه، ان ميزه مهرجان العالمين والتركيز دايما انه لكل الفئات وكل الاعمار. ايه اللي اتعمل في السياق ده تحديدا علشان يتيح لكل الفئات؟ يعني احنا كنا شايفين في شواطئ مجانيه خصصتها الشركه المتحده، في اتوبيسات نقل ذكيه وطاقه نظيفه، يعني ايه اللي اتعمل في هذا السياق عشان يتم إتاحة الفرصة لكل فئات المجتمع إن هي تكون موجودة في مهرجان العالمين الجديد؟ هقول لك، يعني هنمسك كذا حاجة. هتيجي مثلا تلاقي الشواطئ مفيش على بعد ممكن يكون 2 كيلو، أقل من 2 كيلو هنا هتلاقي أكتر من شاطئ جنب بعض. الأكتر من شاطئ دول هتلاقي شاطئ عام وشاطئ خاص، الاثنين مفيش حائل ولا فاصل ما بينهم، الاثنين سور في سور، الاثنين يعني إن شاء الله تبقى فيه فرصة ونصور هناك، هتلاقي الاثنين بنفس المواصفات، بنفس الجوده، بنفس الكواليتي، بنفس كل مستوى الخدمه اللي ممكن يكون اي حد متخيله. انت عايز تخش شاطئ خاص وتدفع رقم معين موجود، عايز تخش شاطئ عام وتاخد نفس الاهتمام بنفس الكواليتي بنفس كل حاجه موجود. عشان انا كرب اسره لو ميزانيتي مش هتسمح لي غير ان انا ادخل ده، هعرف اعمل كده، عايز ادخل ده هعرف اعمل كده. دي حاجه. الحاجة التانية، حد عايز هو التوجه بتاعه رياضي، فعنده ملاعب وعنده إيفنتس رياضية يقدر يشارك فيها ويلعب فيها هو أو عياله. حد عايز يخش سينما، موجود سينما وموجود إيفنتس ترفيهية وحفلات اللي انتوا أكيد كل مصر شايفاها بكل المغنين بتوع مصر والوطن العربي كلهم موجودين، وكل التفاصيل دي موجودة في نطاق مدينة انت ما تخرجش براها. يعني مدينة كبيرة ما تخرجش براها انت وولادك وعيلتك وقرايبك واي حد جاي معاك واصحابك. زيد بقى على ده كله النظافه اللي موجوده في الشوارع، الامن اللي موجود في كل حته، الاسعاف اللي موجوده في كل حته. يعني المدينه متوفر ليها كل الاساسيات اللي تخلي اي حد موجود هنا هو فعلا بيستمتع باجازه حلوه وجميله، يرجع منها يحس ان هو لا ده انا قضيت اسبوع ولا كام يوم انا ارجع بيه ومكسر الدنيا. ومنظر البحر الجميل ده يعني خير دليل على الحاله الحلوه اللي موجوده. والله فعلا احنا البحر عندنا في يعني الشواطئ بتاعتنا مش موجوده في اي حته في الدنيا. يعني احنا عندنا شواطئ فعلا بالاهتمام اللي موجود دلوقتي بالشغل عليها. بكمان نقطه مهمه انت فكرتني بيها، كان دايما الناس بتشتكي من حته الساحل في انه الشاطئ كله متاخد للمنتجعات والكومباوندز اللي موجوده بطول الساحل، فاي حد عايز يخش البحر لازم يكون عنده وحده جوه او يونت جوه، فيقول لك يا عم الوحدات دي غاليه جدا انا هشتريها ازاي، طب انا عايز اشوف البحر، انا عايز انزل البحر زي ما كنا بننزل في اسكندريه. هو هنا ده موجود، انت شايف بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، يعني احنا عندنا شط بطول مد البصر، منظر جميل وحاله الطقس. اي حد عايز ينزل هياخد بعضه بشمسيته والشنطه بتاعته اهو بيفرش ينزل لقى نفسه في البحر، ولا بقى محتاج يشتري ولا يعمل، هو مجرد انه هيبقى موجود هنا في اي حته في العالمين هيقدر ياخد عربيته ولا حتى الحاجه اللي هو جاي بيها يخش ينزل يلاقي شاطئ ويلاقي بحر ينزل يستمتع بيه. الحقيقة احنا لمسنا ده، ولما كنا بنصور كمان في الشاطئ العام اللي خصصته الشركه المتحده قد ايه الناس كانت مبسوطه. الموضوع ما كلفهاش اي حاجه غير بس مسافه الطريق ان هي تيجي وتستمتع.